الله الرحمن الرحيم. تغطية دفاعية، إبعاد في التوقيت المناسب، تعود الكرة والمحاولات الماضية من جديد لمصلحة النادي العربي. الآن هنا بكرة في الجهة اليمنى، البحث عن التقدم والمرور، البحث عن الوصول إلى المرمى، محاولة داخل منطقة الجزاء لا زالت مستمرة وقائمة، وتسديدة تأتي لكن بعد ذلك علت العارضة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى، وصلت إلى ركلة مرمى الكرة اللي كانت عن طريق اللاعب يوسف المساكني. يوسف المساكني هو من سدد الكرة، والمحاولة الماضية تحولت إلى خارج أرضية الميدان ووصلت إلى ركلة مرمى نادي باريس سان جيرمان. وفي الموسم الماضي أعير لنادي أربي لايبسك في الدوري الألماني لكرة القدم. كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء خطيرة، الله 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 الله، هدف التقدم يأتي عن طريق التابوني. العربي يتقدم، كرة جميلة جدا، هذا مين؟ هذا سليطي، شوف يعيد الكرة والمحاولة الماضية، وشوف التمريرة لا وجود فيها أبدا للتسلل، وبعد ذلك التعبوني إلى داخل المرمى في غاية الروعة، تمريرة ماركو فيراتي ونهاية بعد ذلك بأقدام تعبوني في شباك الحارس لاندينغ باتجي، تعطي النادي العربي التقدم بأول أهداف اللقاء بأقدام تعبوني. تعبوني يسجل أول أهدافه ربما في بطولة، هدف في وقت بدل ضايع من أحداث شوط المباراة الأول. كرة ملعوبة في الجهة اليسرى، التقدم إلى داخل منطقة الجزاء لا زالت مستمرة وقائمة، لمسة بالكعب، يا سلام يا سلام يا سلام، حلوة الكرة الماضية وحلوة التمريرة الماضية، ومن ثم بعد ذلك السقوط من لاعبين النادي العربي إلى حكم المواجهة. عد إلى تقنية الفيديو يا حكم، عد إلى تقنية الفيديو لمعرفة إذا ما كان يوسف المساكني يستحق ركلة جزاء أو لا. انتظار قرار حكم الفيديو للكرة والمحاولة الماضية، بينما هنا حكم المباراة يستمع إلى آخر التوجيهات فيما يخص حكم الفيديو في اللقطة والكرة الماضية. ننتظر بعد نهاية الوقت أيضا بدل الضايع المقدر بدقيقتين، يعني الكلام الحكم، إيحاءات الحكم تبدو بأن لن يعود. نعم 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 نعم، نعم. لن يعود إلى تقنية الفيديو، هكذا أشار إلى استئناف اللعب بعد شوطه الثاني. احنا في بداية الشوط الثاني الآن، وبالتالي يعني لا يمكن أبدا بأن نتنبأ بمصير هذه المواجهة قياسا إلى كرة ومحاولة ملعوبة الآن. شوف الخط، شوف الكرة الماضية، غياب التغطية كاد أن يكلف نادي أم صلال الهدف الثاني. إذا أم صلال يعني واصل في هذا التراجع لم تكن حاضرة بالصورة المطلوبة، تحولت في الجانب المقابل مرتدة لمصلحة نادي أم صلال. الآن تسديدة قوية، الله 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 الله، جاسم الهيل، جاسم الهيل يتدخل في الكرة والمحاولة الماضية ويمنع هدف التعادل، لكن حكم المباراة أعطى الأفضلية والاستمرارية في هذه الكرة وهذه المحاولة وسدد. طيب ماذا لو سجلت اللقطة الماضية؟ هل كان حكم المباراة سيعود إلى احتساب الخطأ في تلك اللقطة والمحاولة؟ أفضل في شوط المباراة الثاني عما كانت عليه الأمور في الشوط الأول. كرة بمحاولة وهدف التعادل في اللحظة التي كنا نتحدث عنها عن الأفضلية. أم صلال يدرك التعادل الآن بأن الفريق يقدم أفضلية في شوط المباراة الثاني، وهذه الأفضلية الآن تأتي بالتعديل. شوف التمريرة كانت عن طريق اللاعب أسامة طنان، وبعد ذلك كنجي يضع الكرة في المرمى
ويعلن عن التعادل 1-1. يعود أم صلال إلى المواجهة بهدف التعادل عن طريق اللاعب كنجي جويل لتعود الأمور إلى كفة الاتزان. دائما الفريق وصلت إلى رمي التماس. تسديدة تأتي ومحاولة عرباوية لكن حارس المرمى يتصدى. لا زالت مستمرة وقائمة الكرة بعد ذلك تصل سهلة عند لاندينغ باجي. لاندينغ باجي سيطر على الكرة. بينما انتصار في الجانب المقابل بالنسبة لنادي العربي. كرة بمحاولة مرتدة من أجل الثاني لأم صلال ملعوبة في داخل منطقة الجزاء. وجاسم الهيل جاسم خطيرة. شوف هذه الكرة، هذه المحاولة مرتدة لمصلحة النادي العربي. ومرة أخرى هنالك جويل كنجي لكن جاسم الهيل، جاسم الهيل، جاسم الهيل من أمام جويل كنجي يتصدى للكرة والمحاولة الماضية ويحمي شباك فريقه من هدف آخر كان ممكن أن يأتي في اللحظات القليلة الماضية لتستمر الأمور. تعود في الجانب المقابل مرتدة عرباوية فرصة هدف الآن والتقدم واستعادة المباراة ومحاولة وتسديدة تأتي لكن كرة مرت بجوار القائم على يمين حارس المرمى لاندينغ باجي. هذه كرة رافينيا لمصلحة نادي أم صلال بكرة أمامية وصلت إلى المتألق جويل كنجي. كنجي يعيد الكرة تسديد. الله 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 هذه المحاولة. شوف اللمسة كنجي في الجهة اليمنى يعيدها بعد ذلك وبالقدم اليسرى. الله 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 والجمال. يسجل أم صلال ثاني الأهداف عن طريق أسامة طنان. أسامة فنان، أسامة مبدع، أسامة رائع. يسجل ويتقدم ويقلب الأمور لمصلحة أم صلال الآن بهدفين مقابل هدف. لنهاية أحداث هذا اللقاء مع صافرة النهاية يطلقها حكم المباراة محمد العبيدي معلنا فوز نادي أم صلال على حساب النادي العربي ووصوله حاليا إلى المركز السابع. نلتقي بحول الله مشاهدينا أينما كنتم في مباريات أخرى قادمة إلى أن يحين الموعد. دمتم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.